السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم الضريز بجوج غرزات بالعقيق. كما كتشوفوا في الصورة جا مناسب مع الرنده اللي خدمت معكم في الفيديو السابق. هنايا درت نص غرزه هي الاولى، ومن بعد درت فوق منها الضريز بالعقيق. بالنسبه لنص غرزه راه شاركتها معكم في الفيديو اللي فات، تابعوا معايا الطريقه. وهذا هو الشكل ديال الضريس بالعقيق. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهده، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.